هي أضخم تظاهرات شهدتها مصر منذ أسبوعين من بداية الاحتجاجات المطالبة برحيل الرئيس المصري حسني مبارك. مئات ألاف المتظاهرين خرجوا في عديد المدن، ففي الإسكندرية انضم مئات الألاف إلى تظاهرة في ميدان سيدي جابر في أكبر انتفاضة تضامنا مع المرابطين في ميدان التحرير في القاهرة. المتظاهرون أكدوا تصميمهم على البقاء حتى رحيل مبارك. الحكومة حاولت تهدئة الشارع بإعلان تشكيل لجنة لإعداد تعديلات دستورية والزيادة في الرواتب، إجراءات لم يقبلها الشارع المصري. واكتسبت التظاهرات زخما جديدا بعد كشف مزيد من المعلومات عن استخدام الشرطة للرصاص الحي ضد المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل ما يزيد عن 300 شخص منذ بداية التظاهرات. تنظيم القاعدة في العراق استغل الانتفاضة المصرية ودعا المتظاهرين إلى إعلان الجهاد وإقامة حكومة حسب الشريعة الإسلامية.